أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة، چوتھا یونٹ، الحیات اليومية، روزمرہ کی زندگی. الدرس الثالث والثلاثون، 33واں سبق. ثانيا فهم المسموع، secondly understanding of what you hear. التدريب الأول، پہلی مشق ہے، استمع سنو. ثم ضع الرقم في المربع المناسب، پھر نمبر لگاؤ مناسب ڈبے میں. آپ نے بتا دیں ان میں سے کون سی تصویر ہے. مس ریحانہ، جی سر، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثالث والثلاثون، الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. طارق، طه، فاطمة، لطيفة، الفطور. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثالث والثلاثون. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، يقرأ القرآن في الغرفة. कौन सी तस्वीर है? ये जीम वाली सर। ठीक है. الأطباق، اثنان، تذهب إلى المدرسة بالحافلة. باوالي ثلاثة، تكنس غرفة النوم. أليف فاست ون أربعة، تستيقظ مبكرا. واو فاهم من سبن نون جی جو ٹائم ہے نا، تو دال ہے میرے خیال سے. دال اچھا جی خمسة، يكنس غرفة الجلوس. ہاں ستة، يستيقظ متأخرا. جی واو تدريب الثاني، دوسری مشق، استمع و ثم سنو. ثم ضع الرقم في المربع المناسب، پھر نمبر لگاؤ مناسب ڈبے میں. عائشہ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التدريب الثاني، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق. كوزي تشفيدي. جيم هاي عادي. شو اسمك اثنان، باخ كي باتو. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟
نعم، جيم. أذهب بالحافلة. دال. ثلاثة، متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكراً. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. أربعة، فاست ألف. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. دال. التدريب السادس في دمشق. استمع إلى الحوار، مكالمة کو سنے، بات چیت کو سنے، ثم دع علامة الصحيحة في المربع المناسب، پھر ٹک کا نشان لگائیں مناسب ڈبے میں. خان جی سر. التدريب الثالث، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. تین اوپشن ہیں یہاں پہ. واحد، متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة الرابعة صباحا. اثنان، با ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. ألف كوامزا كاليا كري خمسة. ثلاثة، متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة العاشرة. جيم. أربعة، ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. جيم. التدريب الرابع چوتھی مشق. استمع للسؤال، سؤال کو سنے، ثم دع رقمہ پر نمبر لگائے في المربع المناسب مناسب ڈبے میں. ریحانہ. جی سر. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، متى تستيقظ؟ كون سي تصوير ہے؟ سر ہماری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. کون سی تصویر ہے یہ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ لگتا ہے نیٹ کا ایشو. یس سر آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے سر ہماری. کیا تھنک ریحان آواز آ رہی ہے؟ نیٹ کا ایشو ہے. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ آ جائے سمیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. التدريب الرابع، استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، متى تستيقظ؟ كون التصوير ده. دال. اثنان، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟
कोई भी हो सकती है, शाहिद उत्तल्फाज भी हो सकती है, सलील फज्र भी हो सकती है। इन तस्वीरों में से कौन सी है? माजा तफ़अलीन क्या बा मतलब होगी हुआ मादा तफलीन का? ठीक कि तुम क्या कर रही हो। है, आप क्या कर रही हैं? तुम बा भी हो सकती है और हा भी हो सकती हाँ है। ثلاثة، أين تصلي الجمعة؟ واو أربعة، ماذا تشاهدين؟ با خمسة، متى تذهبين إلى المدرسة؟ جيم ستة، هل تذهبين بالحافلة؟ ألف الواحدة الرابعة چوتھا یونٹ الحیات اليومیہ روزمرہ کی زندگی الدرس الرابع اور سلاسون 34واں سبق التدریب الاول پہلی مشق تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال مکالمے کا تبادلہ کر اپنے ساتھی کے ساتھ جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے مثال الطالب الاول أين تصلي الجمعة؟ آپ جمعہ آئی کہاں پڑھتے ہو؟ کین ہیئر اینی تھنگ آپ کو کوئی نیٹ کا شوق ہے اس لیے اصلی فی المسجد الکبیر میں بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں وأين تصلي أنت؟ اور آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اصلی فی المسجد الکبیر أيضا میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے عائشہ آواز آ رہی ہے خان جی سر خان اب یہاں پہ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے اور نشا ریحانہ السلام علیکم نہیں سر جی مجھے آواز نہیں آ سو رہی جاؤ بالکل بھی کسی چیز کا آپ میٹنگ کو لیو کر دیں اور ہمارا جوائن کریں او آپ مجھے آ رہی ہے میں نے والیوم سلو کیا تھا آواز آ رہی ہے شور بہت ہے نا شاید ریحانہ جی سر آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں جی آواز آ رہی ہے اين تصلي الجمعه جی سٹارٹ کریں اصلي في المسجد الكبير اين تصلي الجمعه اصلي في المسجد الكبير واين تصلي ان عائشہ اصلي آپ في ویٹ کریں المسجد آپ اس الكبير سائڈ میں ادھر ايضا شور ہے ریحانہ اور خان آپ اس نیکسٹ تصویر کو کریں أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر مسجد العمر أين تصلي الظهر؟ يا خالتي أصلي أين تصلينا تصلينا الظهر أين تصلين الظهر؟ أصلي مسجد البلال أصلي في مسجد بلال أصلي أين في جيجي بولي أصلي في مسجد بلال أصلي في مسجد البلاد أين تصلين العصر أصلي في مسجد عثمان أين تصلين المغرب؟ أصلي المسجد علي أين تصلين العشاء؟ أصلي المسجد عمار أين
تصلين الجماعة؟ أصلي المسجد الطارق. أصلي في مسجد طارق. التدريب الثاني يجب أن الأسئلة مستعينا بالسؤال. Answer the question making use of the pictures. إن سؤالوں کا جواب دینا ہے تصویر کی مدد سے. سميرة جی سر، ان کا جواب دے سوالوں کا. ماذا يفعل أحمد؟ يقرأ القرآن. ماذا تفعل البنت؟ تكنس الغرفة. ماذا يفعل الرجل؟ يصلي الصلاة. ماذا تفعل فاطمة؟ تشاهد التلفاز. ماذا تفعل خديجة؟ خديجة تغسل الملابس. تغسل الملابس. ماذا يفعل محمد؟ أغسل الأطباق. يغسل الأطباق. يغسل الأطباق. التدريب الثالث. تیسری مشق. هاتي جملا كما في المثال. جملة لائیں جیسا کہ مثال میں ہے. المثال أستيقظ مبكرا. میں جلدی اٹھتا ہوں. اس طرح کا جملہ بنانا ہے ہم نے ساروں میں. عائشہ گل. Yes. Left. میں نے ٹائم بتانا ہے. یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کی مدد سے جملہ بنا دیں. میں لیٹ اٹھتی ہوں. انا متاخرا. استيقظ متاخرا. استيقظ متاخرا. استيقظ الساعة السابعة. أستيقظ الساعة الخامسة. أستيقظ الساعة الرابعة. مکالمے کو مکمل کریں. خان آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور ریحانہ آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں. استيقظ عند الفجر. یہاں پہ کیا ہوگا پہلا اسٹوڈنٹ؟ آپ کب اٹھتی ہیں؟ استيقظ یہاں پہ الساعة سوال ہم نے لکھنا ہے نا. اس سوال میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کب جاگتے ہو. اس کی عربی کیا ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. متا تستيقظ. نیکسٹ. أصلي الفجر في المسجد الساعة السابعة. ایک کام کریے کہ فون کریے. خان صاحب یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ متا تستيقظ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہوا جواب پڑے سے. خان آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی. اس کو پڑھے. استيقظ عند الفجر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جواب لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے کوئی سوال یہاں پہ بولے. أين تصلي الفجر؟ ٹھیک ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ أصلي الفجر في المسجد. ٹھیک ہے.
फिर ये जो आप लिखा हुआ इसका क्या सवाल होगा? मुझे नहीं पता सर। क्या आप फजर के बाद सोते हो? هل تستيقظ بعد الفجر؟ هل تنام؟ هل تنام بعد الفجر؟ بعد اور جواب کیا ہے اس کا؟ لا لا أنام بعد الفجر پھر کیا سوال پوچھے گا؟ آپ فجر کے ماذا؟ بعد کیا کرتے ہو؟ ماذا؟ تفعل تفعل بعد الفجر يس، ماذا تفعل بعد الفجر؟ جواب کیا ہے؟ يقرأ القرآن أقرأ القرآن. أقرأ القرآن آگے ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة. कैसे बनाएगी सर मुझे नहीं बनाते आ रहा क्या आप सर। ब्रिज के लिए जाते हो? هل أنت تذهبين بالسيارة هل تذهب بالحافلة؟ للحافلة؟ هل تذهب بالحافلة؟ كيا باص پر جاتے ہو؟ لا اذهب بالسيارة، نہیں میں گاڑی پر جاتا ہوں. نشا، ریحانہ، جی سر اتنے سوال کے آپ نے جواب دینے. متا متا تستئی کی تست زینہ، سوال میں پوچھوں گا متا تستئی کی زینہ. استے کسین استے کسین ہی آیا نا سر یہ استے کسین استئی کی زو، استے کسو الساعة الخامسة الساعة الخامسة. الساعة الخامسة أستيقظ الساعة الخامسة. أين تصلين الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. هل تنامين بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعلين بعد الصلاة؟ خلينا أقرأ القرآن بعد الصلاة. کیا مطلب ہے جواب کا؟ جی میں قرآن پڑھتی ہوں نماز کے بعد. اقرأ القرآن بعد الصلاة. أقرأ القرآن بعد الصلاة. متى تكنسين الغرفة؟ أكنس الغرفة في الساعة الثمانية. في الساعة الثامنة. في الساعة ثامنة، الثامنة أكنس الغرفة الساعة الثامنة. متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الساعة السادسة. أذهب الساعة السادسة بكافية. متى تستيقظين يوم العطلة؟ أستيقظ يوم العطلة في الساعة التاسعة. تاسعة، تاسعة أستيقظ الساعة أستيقظ التاسعة. مستيقظ الساعة التاسعة.
ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أشاهد التلفاز. أين تصلين الجمعة؟ في المسجد الكبير. متى تشاهدين التلفاز؟ الساعة 12. الساعة الثانية عشرة. الساعة الثانية عشرة. 12. أفعلكم مطلوب آپ کیا کرتے ہو؟ الوحدة اليومية، الوحدة الرابعة، چوتھا یونٹ، الحیات اليومية، روز مرہ کی زندگی، الدرس الخامس والثلاثون، 35واں سبق ہے یہ. سمیرہ جی سر، التدريب الثالث، تیسری مشق، اصل بین الجملة والصورة المناسبة، وہ کہہ رہے جملے کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں. يذهب إلى البيت بالحافلة. پہلی نیف دال. يقرأ القرآن في غرفة النوم. جيم. يذهب إلى المدرسة الساعة 8. وہ دال یہ والی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو داغ سے جوڑ دیں، اس کو الگ سے جوڑ دیں. يغسل الملابس في الحمام. ب تكنس غرفة النوم يوم العطلة. ه سل بين السؤال والجواب، السؤال کو جواب کو آپس میں جوڑیں. عائشہ، متى تستيقظ؟ جيم بنا. أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الجمعة؟ فاست ولا ألف. أصلي الجمعة في المسجد الكبير. أين تصلي الفجر؟ يصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ اسكي سامنے والا دال. اوکے، کسی کو کوئی سوال؟ سر یس، میں نے آپ کو ایک نمبر بھیجا تھا سر، آپ نے ریڈ نہیں کیا. وہ مجھ سے ایڈ کرنا ہے سر، وہ منڈے ٹیوزڈے والی حدیث کی کلاس کی. تو یہ آپ سے کر، ان کو میرا نمبر دے دیں، ان سے کہیں کہ اس جی میسج پہ، اس پہ میسج کرنے تو ان کو لنک مل جائے گا انشاءاللہ. جی سر، ٹھیک ہے. خان، خلق، نساء، وجه، نساء دوسرا، نساء، پہلا، عدو، كذب، جعل، خلق، دوسرا، جعل، جعل، خلق، خلق، كذب، شاء، آتى، پہلا،
كذب. دوسرا خلق. خلق. رأى. دعا. آتى. دوسرا دعا. خلق خلق. كان. دعا. أنزل. تيسرا أنزل. دوسرا اتقى. آباء. وجه. خالد. خالد خالد. جاء جاء. قال. من. شاء. تيسرا شاء. ريحانة. جي سر فورث ون هدى هدى. أخذ. أرسل فصل أرسل. أخذ. ثيرد ون أخذ. سكند ون هدى. سكند ون أرسل. ثيرد ون أراد. First one. اتبع. So third one, sir. هدى. أرسل. Third one. أرسل. أرسل. اتبع. Third one. اتبع. أرسل. Fourth one. أرسل. أراد. First one. أراد. Second one. اتبع. أخذ. First one. أخذ. أخذ. The third one. أراد. أخذ. Fourth one. أخذ. اتخذ. سميرة. اتخذ عبد. third one اتخذ عبد. عبد. first one ظلم. اتخذ. fourth one اتخذ. ظلم. second one ظلم. عبد. first one عبد. third one ظلم. third one أخذ. ظلم. third
ظلم اتخذ First one. اتخذ First one. اتخذ اتخذ سأل اتخذ اتخذ Fourth one. اتخذ أخذ Fourth one. أخذ سأل Third one. سأل عبد First one. عبد First one. سأل أخذ First one. أخذ Third one. سأل یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے کوئی سوال کسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم